السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى يا ربي هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناه سميره سبيتي. في هاد لا فيديو ان شاء الله جبت لكم واحد البنات واحد الكريم موريتاني لتفتيح البشره والتبييض ديالها وازاله الكلف والتصبغات. هاد الكريم تبارك الله عليه اللي يقبل بزاف بزاف من الكليينات ديالي تياخذوه، تبارك الله ما شاء الله كيعطي نتيجه زوينه. فهاد الفيديو ان شاء الله نشرح لكم طريقه الاستعمال ديالو، وفي طبيعه الحال راه متوفر في المتجر ديالنا. اللي بغاتو غنخلي لكم النمره ديال الواتساب، دوزي عندي تما الواتساب باش نكونفيرمي معكم. كنديروا التوصيل لجميع المدن، التوصيل فابور، وكذلك كنصيفطوا لدول الخليج العربي والدول ديال اوروبا كامله. بالنسبه للبنات، هذا الكريم هذا استعمال ليلي فقط، يعني تديريه الوجه كامل وكتركزي بزاف على البرايس اللي كيكون فيهم الكلف والتصبغات، كدهنيه الوجه وكتنعسي به. حتى كتفيقي في الصباح كتغسلي بالصابون، وملي تتبغي تخرجي كديري لك خون ديال الشمس. ضروري الفتره ديال العلاج ديال هاد الكريم اللي كتستعملي فيها هاد الكريم، ضروري انك ديري الواقي الشمسي باش وجهك ما تشوطوش لك الشمس، يعني غير في الفتره بعدا اللي كتعالجي الوجه ديالك. بالنسبه للبنات، يعني طريقه الاستعمال ديالو كما قلت لكم، اول حاجه بعدا كتغسلي وجهك بجل نطوي ملي تستعملي، ولا الصابون اللي كتستعملي تمسحيه مزيان ما تكون فيه حتى شي قطرات الماء، وكتطبقي هذا الكريم على الوجه كامل وكتنعسي. ملي كتفيقي كتغسلي وجهك عادي بجل نطوي ملي كتستعملي، وديري لك خون حتى في الدار الا كنتي يعني كتجلسي بزاف في الكوزينه ولا كطيبي بزاف في الفران، ضروري ديري واقي الشمسي. هذا كريم البنات نتيجته تتبدا تبان على السيمانه الاولى، تتبدا تبان نتيجته تبارك الله ما شاء الله، نتيجه خطيره. الوجه تيرجع فحال المرايه تبارك الله ما شاء الله عليه، يقبل بزاف وخدم عندنا بزاف ديال الكليانات. بطبيعة الحال كأي نوع من الكريمات، هاد الكريم راح تلقاو فيه الأصلي والغير الأصلي، يعني ردوا البال بزاف بزاف بزاف. إلا كنتو بغيتو مثلا تاخدو عند شي حد آخر راه تقدرو تلقاوه مزور، هذا اللي كيتباع عندنا حنا راه شي حاجة أوريجينال البنات. بالنسبة للبنات، هاد الكريم راه ما تلقاوه في حتى شي بلاصة في المغرب من غير المتجر ديالنا يحيى نشوب. هاد الكريم هذا مستورد من موريتانيا، أصله من باكستان، يعني باكستاني الأصل الصنع. أي وحدة إن شاء الله بغات تكونفيرمي الطلبية ديالها نخلي لكم رقمنا ديال الواتساب، ندخلوا عندنا تما إن شاء الله باش نأكدوا لكم الطلبية ديالكم. ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاية. طلعوا لي فرصكم بزاف بزاف. السلام عليكم.